أول حاجة كل عام بخير ومدى الإسلامية جميعنا بخير. أكيد بعد كورونا يعني أثرت على الأطفال، على النساء، وعلى الاقتصاد، على الجميع. الحمد لله السنة رمضان غير السنة اللي فاتت، وفي فرحة للأطفال، في افتتاح محلات، في رمضان إله طعم هالسنة سبحان الله. والفعاليات هاي رجعت لنا الروح للحياة والمعنوية. الحمد لله كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير للجميع بمناسبة شهر رمضان الفضيل. احنا حسب ما بنشوف عندنا فعاليات كثير مميزة اللي بيقدمها المركز الجماهيري لبلدنا لرهط. احنا بنشوف في تفاعل جدا كبير، حسب انتم بتشوفوا كمان الحضور كمان كبير من فئة، ان كان فئة اطفال، امهات، اولاد. يعني احنا بنشوف عن جد فعاليات اللي هي بتجيب كل رهط للأشياء اللي هي ثمينة وقيمة اللي احنا بنقوم فيها. كل شيء رجع يعني شيء كويس هذا، والحمد لله يعني الدولة قدرت على وباء كورونا. الحمد لله والشكر لله قبل كل شيء. أتمنى الأفضل والأحسن القدام، إن شاء الله سنة تكون خير إن شاء الله على الجميع وعلى جميع أمة الإسلام. إحنا انبسطنا في الفعاليات اليوم والله يجيب، وشكرا لرئيس البلدية كمان واللي متابعين في المسرح اليوم، ونشكر الجميع. نتمنى فعاليات أفضل من كذي كمان، شيء حلو، وبتمنى كمان شيء أحلى.